عزيز سي عبد العزيز قرا لي المليح دابا با 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 ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله يا سلام يا سلام بسم الله تبارك الرحمن انا الخوت اخوان الله يرضى عليكم مزوجكم في الله اللي شاف شي حاجه يقول بسم الله تبارك الرحمن شوف الخير تبارك الله ثلاثه يطرو بالكرام اسمع اخويا عبد العزيز راه ما كيكذب ما كيشكدو اللهم بارك ولي كتعاون في السكانيم ديال الحليب اللهم بارك انا خوت كاس يضرب بلاد ها الولد ما كاين لك ما مال لا كاين 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 اخويا هادي فاش كتبقى اخويا الثمن ديالها هادي اخويا تنطلب في 4000 درهم تسهلها جاي في السن الله طالع شمو بلاتك يلا باقا كاع ما طلعتها اللهم بارك اخوانا الحمد لله الخير موجود واللي بغى شي حاجه الف مرحبا خويا عبد العزيز بالنسبه للرقم ديالك سي عبد العزيز 06 95 88 600 وعواشر مبروكه الله يبارك فيك اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا الاثمنه جد مناسبه هالبور هالالبين اللي بغى شي حاجه كاين الصغير وكاين الكبير هاني قدم التحيه الرضا هاني اللهم بارك لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله محبين قناة سينجا بينجا السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سينجا بينجا كنتواجد في سوق قرعة بالدار البيضاء انتم كتشوفوا الحالة تكرفيس كيدير لا اله الا الله الله المستعان على اين الاخوان تلبية طلب المشاهد جينا سوق قرعة بالدار البيضاء يوم الاحد رغم كاين ليكسبو وجينا نشدو لكم بعض الفلوقات وبالاخص الماعز الحالوب الالبين كما كتشاهدوا معنا اليوم راه كاينين الوان واشكال اللهم بارك هذا الاستاذ عزيز الغنى التعريف شوف سبحان الله العظيم اش كدير يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله كتبس من الام ديالها ايوا غادي نشوفوا الاستاذ عزيز اش غيقول لنا اليوم على الالبين والاسمنه السلام عليكم ورحمة الله كي داير اخويا استاذ عزيز هاني صحه لاباس حوال طيبه الله يحفظك الله يكبر بك شنو الجديد وشنو تقدم المشاهد اليوم اللهم بارك يعني ما كيبدلش ولا ديما الالبين مرسينا اللهم بارك عندنا خويا هاد الشدي وهاد الشدي واللي باغي يربيهم صغار اللهم بارك البين دوريجي اللهم بارك كارونتوا كاين الاخوان كوبل هما خوت ياك اخويا ماشي خوت هذا كاين امو غادي نفردوه هو هاد الشدي هادو بجوج معروضين للبيع اللهم بارك تبارك الرحمن ما تجويج هذيك والاسمنه كتبقى للخاص اللي بغى يتواصل مع اخ عزيز الرقم راه على المباشر بالنسبه للكبار اخويا هادي اخويا راه جديه سنا الحليب لا عزيز ما كلوش انت ما كلوش في السوق لا حيدو انت اللهم بارك هادي سنا الحليب هاي السن ديال الاخوان جديه تبارك الله اللهم بارك جديه والد اخويا لا هادي ضاع لها ولدها الله اكبر اللي بغى يدير حيوارات حلبيطرو ديال الحليب هادي في النهار اللهم بارك تبارك الرحمن الخير اللهم بارك الزينة داني جمالك جمال يا سلام يا سلام المليح المليح حبة اللهم بارك تبارك الرحمن انا الخوت هادي السن ديال السي عزيز يلاه اخويا زين اخويا عبد العزيز يلاه قول يلاه طالع جموع طالع جموع مرحبا سي نور الدين ومرحبا بالناس المشاهدين تبارك الله عليك اخويا مهدي سي يونس تحياتي الله يحفظك الله يحفظك خويا سير شوف مهدي ديما الفلوس ديما المال الرزق الله يبارك الله يحفظك الله ديما نعمه واحفظها من الزوال اللهم بارك يا اخويا ويا بالنسبه كاينه هذه بوحدها يلا هذه يلا عامره اييه كنقول لك خويا نور الدين الثمن مناسب اليوم الثمن مناسب جد مناسب ممكن تقول لنا الثمن ما تقدرش ما كاينش مشكل يلا عطينا الاثمنه هذيك الكوبي اللي قلتي الاول شحال الثمن ديالو الكوبي الصغير عاود اخويا يلا انتم المشاهد كنحاولوا بما امكن نجيب لكم الاثمنه على المباشر اللهم بارك
هاد الكوبل فاش واصل اخويا؟ هذا 2000 درهم. 2000 درهم با 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 والالبين صاحبي طاح والله يا ادوري جي راه ما كاينش كارونتي. اللهم بارك تبارك الرحمن. اللهم بارك تحياتي المرضي. باقي لها باقي اللهم بارك اللهم بارك. هادي اخويا والد البور. البور هادي. جدية. 30000. 1500 درهم اخوان. هاي البور. يلا زيد. باغي ينعس هو. يلا زيد اخويا. هاي هادي جدية اللي قلتي لها على الوليد. هي الثمن ديالها اخويا. واحد الولد سيس ماشي شي حاجة. عادي جدا تصاوب هذيك شي تصاوب. ابي لي سينير راه تقاد هادي. ما كاينش لا خليقة هكا. خليقة؟ خليقة. ماشي مشكل. 24000. اطرو ديال الحليب في النار. يلا يلا 1200 درهم واطرو ديال الحليب في النار. يلا بروموسيون. بروموسيون. هادي باب 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 ما عندناش مشكل. دار لا نقول لك الحقيقة. ما كاين والو سي عبد العزيز. مرحبا. راه شوف المصداقية هي كلشي. الله يرحم الوالدين. بغيت تبقى خدام راه المصداقية. هذا هو اللي كاين. 1000 درهم. اللهم بارك. هادي اخويا. المليحة با. الكات كات. الروز. الروز يبا الله يسهل على مولاه. امين اخويا. غادي نصيفطوها سيدي دابا لطنطان. الله يسهل على مولاه. سي جامع. اي لمن؟ الامانة ديالك. اللهم بارك. راه طنطناك اخويا في المليح. اللهم بارك. هاهي اخويا هادي كيما قلت لك. تا هادي تبارك الله هاهي. لا نوك التوم. اللهم بارك. الله يرحم الوالدين. هاهي. هاهي تتبقى 2000 درهم. 2000 درهم. وي وي هاك اخويا هاك. هاك هاك اللهم بارك تبارك الرحمن. محبين قناة سينقابينقا السلام عليكم والناس اللي كيحبوا البط. اللهم بارك يعني كاين انواع. اللهم بارك تبارك الرحمن. انتم الاخوان كاين الفيومي تا هو كاين في الناس الصغار خرجت كاين نوار. اييه ولاد من البلديه. شحال داير هاد البلديه خويا هنا؟ 10 دراهم. 10 دراهم. 200 ريال غلا على 200 ريال. كلشي كيتولى على الردي. اودي سي المهدي اودي سي المهدي اودي سي المهدي. كلشي مرحبا. انا غنزمدك في رمضان عندك ما تجيش. لا والو ما كيعرفني انا. ياك كاين. اللهم بارك تبارك الرحمن. ورينا خويا الطول. حمدي حمدي. الحمد لله اللهم بارك عليك. الف يوم الف يوم الاخوان اللي بغا يشاهد مرحبا. شد 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 باش غيشد دارو علا. وين ردي سيدي حمدي تحياتي كلشي بخير التوفيق والنجاح. راك غادي مزيان استمر الله يسهل عليك. هذا الشيء كيسحب هذا الشيء كيعجبك عزيزي. ها اللي كنموت عليه انا. البطاطات اللهم بارك جمالك جمال تبارك الرحمن. 20 درهم 20 درهم مغرب اليوم. كنار ولا بطاطا مخلط فيه؟ مخلط كنار فيه وجيزات. اللهم بارك اسمها الوجيزات هما. هذا كنار المغرب. اللهم بارك تبارك الرحمن. هذا كيبقى حتى لواحد الحد محدود شي كيلو. اللهم بارك. وهذا يقدر يمشي حتى لخمسة كيلو. تبارك الله. اللهم بارك. اما الناس اللي كيدوها السينور النصيحة ديالها. نعم خويا. يشربوه وحيدوه في البلاصة. هذاك الماء باقي ما عندوش واحد المناعة اللي غادي ماشي صحيح. ديال الخلا. صحيح صحيح. غير يشربوا وحيدوا له الماء. ما يبقاش فازق ما يبقاش فازق. اللهم بارك تبارك الرحمن. أنا الخوت. أنا يا أزي عبد العزيز. هذا الأندلسي. كاين أندلسي. هذا الاندلسي اخويا. لي جورن. لي جورن. كاين لي جورن باللون ديالو ريشه ريشه. ريشه ريشه. كاين الصبر ديالو. الاخوان كاين الناس بزاف كيقول لك علاش كتصور غير المهدي وعبد العزيز. وريني شي واحد جايب لي الجديد. يلاه نهضر معكم على المباشر. اخ عزيز راه ديما كيجيب الجديد. سي المهدي راه عنده الاختصاص ديالو. هذا هو اللي كاين. اللهم بارك. نعم. الله يجزيك. اسمع عبا اسمع اسمع اللي كيقول لك كدور بهذا الفلوق هو اللي كاين. انا راه كنحاول بما امكن المصداقيه. بس عرف راه ماشي في الكذوبه. الزوج باقي كنجرو. والله الله لا اله الا الله. اللهم بارك هذاك الشيء اللي كاين. الله يبارك. بالنسبة ل بالنسبة لنا اسمنا اللي كاين اخويا. قال 1000 ريال انا نقول 1000 ريال 50 هاك اخويا. شوف التوقيت هاو والتاريخ وريم التاريخ. كاين 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 اخويا. اللهم بارك تبارك الرحمن. بالنسبة للدرين بو شحال داير اخويا هنايا؟ هادو 25000 فرق الجوجة السينور. 250 درهم الجوجة الاخوان اللي بغاهم الف مرحبا. هنا هو بليت حاجة هنا اخويا الزين. البلدي يا اخويا. البلدي. البادو. البادو البلدي. البلدي شحال واصل اخويا؟ البلدي اخويا 60 درهم. 60 درهم الاخوان اللي بغاهم الف مرحبا. هنا الفلوس الفيومي تا هو دوري.
ذهبي تبارك الله. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا كتحل السندره. يلا كاين الجديد انا يا خويا السيل برايس. السيل برايس اي تبارك الله 200 درهم البياسه. 200 درهم البياسه اللهم بارك. اخ حمدي راه ولا يوسف ما بقاش بغى يبان عندنا في القناه. مرحبا. كاين فيهم شويه العياقه ماشي مشكل هانيا المباشر ما كاين هاد الضغط بلا قصاص. الله يخليك الله يخليك. سير خويا راه كنعرف كنعرفوا حنا كما نقدموا للجمهور. 40 درهم 40 درهم راسو 40 درهم الاخوان في يوم اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هاني تبارك الرحمن هاني الخوت هاني خويا. هنا راه كاين في يوم الذهبي وكاين هنايا هذا خليط. ايه كاين في يومي عادي تبارك الله. اسمين اخويا انا هذا اخويا راه 200 درهم هذا الذهبي. ايه وهذاك راه 150 درهم. اخوان اقسموا بالله الى اليوم اليوم من النكس الاكسبو على قبلكم باش نجي. انا عارف راه 3 ايام وانا في الاكسبو والله العادي. انا اخويا الكوبل هذا بيتزولا اخويا بيتزولا اذكر بيتزولا دجاجه مكروزه. الثمن ديالو اخويا البيتزول زوين تبارك الله. اخويا هذا 400 درهم الدقيقه. والله الا زوين تساهله وحق الله الاخوان. الدجيجه ديالو الدجيجه اخويا كنقولوا فيها 150 درهم. ما عندك مشكل كاين هذا السيماني. هو اي ام سيمانا الاخوان الخير تبارك الرحمن 500 درهم. ايه وعندنا الطفره هذه اخويا. الطفره هذه شنو هاد العجب هذا اخويا؟ الفيزو والطوس. الفيزو والطوس سبحان الله العظيم. الفيزو والطوس اول مره غادي خليطه واعره هذه والله حتى واعره بالله. وان شاء الله غنخرج منها شي حاجه والله حتى العجب. تبارك الله عليك السي عزيز. انا بالنسبه لبراهيم السي عزيز البراهيم اخويا البراهيم غادي نديرو مع بنادم وشرحوا لي الناس اللي داير معاهم على البراهيم وهذاك الشيء راه الضغط. ايه الله يكون في العون. والله العظيم يسمحوا لي راه السلعه راه ناقصه شويه. ماشي ناقصه يعني ما كايناش ما كايناش وبنادم الضغط بزاف ويدي بوحدي ويكون الخير غيكون الخير. بالنسبه للفروج انا شنو واصل؟ الفروج اخويا هنا كاين اخويا هادو 600 درهم الواحد. اللهم بارك اللهم بارك. هذا هو شي حاجه زايده اللهم بارك. دري صغير هز اللهم بارك. كرون طاير بلاتي ندور على الشمس على صوب الصور. تبارك الرحمن. بالنسبه للحجل اخويا الحجل اخويا هذا كاين الابيض وكاين الكري وكاين القهوي. ايه ديما ديما الطفرات تبارك الله. اخويا راه 200 درهم البياس. اللهم بارك. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. بالنسبه للثمن ديالو 200 درهم على حسب الالوان الاخوان. الالوان الاخر العادي راه داير 60 درهم. الله يرضي. شنو اخويا؟ 60 درهم. هادشي اللي بغيت نوصل لك. اللهم بارك. حتى مشكل. بالنسبه للكيني شحال فاش بقى واصل؟ الكيني اخويا هذا 1500 درهم. 1500 اللهم بارك. والعادي راه 25 الف. 250 درهم. وهاد الشويشه ديال البيبي. ها هي. هاي تبغاها حتى هي راه مرحبا الكارونتوا الثمن ديالها تبغيض. ايه اللهم بارك. تبغى 25000 250 راه اسمينا زوينه الاخوه الحاجه اللي باينه باينه. الثمن ديالك السي عبد العزيز 06 ايه 95 888 ايه 600. نعطيهم الرقم على المباشر حنا باش نشوفوه. مال خوك هو دوازين عزيز القناه في اليوتيوب عنده واللي بغى الرقم ديالو هو هذا دوازين عبد العزيز. بالله يا بالله ما ولدش فين هي؟ بلانيت حمداسي. سي نوردي بلانيت حمدي هاي تا هو ما ندوزوش وما باش تخدم معايا وما باش تخدم معايا راه شتو راه شتو خوت خوت هاد السيد خويا عادي. لا خوت هاد السيد راه طيب الله يحفظك والناس كبار وحاجه ثقيله الله يعمر هذا. واحد الزياره خويا نوردي جديده مرحبا كاينه ولاعه اخرى شوفوا بغيتكم تهجموا عليه وتعاونوا معاه راه دري زوين. وحتى السي عبد العزيز حتى هو راه ما كيبخلوش عندنا بالمعلومات ولا بالسلعه الجديده. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا وما نساوش اخ مهدي راه السوق تبارك الله راه كاين واحد عندنا اخويا يونس وتحيه للجميع الله يحفظكم الله يحفظك الله الرجوله اللهم بارك الله يسر لكم الخوت. الناس بزاف عندي كيتسائلوا على فلوسات ديون او كتاكيد ديال البراهما. هما كما كتشاهدوا هذا السيد راه التقاء ارميني. هما الثمن ديالهم اخويا 75 درهم ثمن زوين تبارك الله كما كتشاهدوا. ها انتم اخوتي هاد الشطاطه تبارك الله تورج لين كديرين يعني شي حاجه دوري يجين الف مرحبا بالجميع. كاين هادشي اللي عندك صافي هادشي اللي بقى هادشي اللي بقى. الرقم ديالك استاذ 06 06 33 77 60 21 الف مرحبا بالجميع. راه عنده الكبار عنده الصغار اللي بغى شي حاجه يتواصل. ما هذا يا هذا
ما شاء الله تبارك الرحمن. منو اخويا هنايا؟ هولونديز. هولونديز اللهم بارك. شحال ديال الكوبل اخويا هنايا؟ 600 درهم. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. بالنسبه للكزاكيت ديالو 80 درهم. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هما الوان مختلفه. واللي بغى شي حاجه 1000 مليون مرحبا. شكون يعطيني الرقم هنايا اللي بغى شي حاجه يتواصل معه؟ 06 65 05 90 81. 1000 مرحبا بالجميع. انا الخوت جمالك جمال. انا الخوت كاين هنا عندنا سيراما ولا كازاكي وهاد هولونديز. اسمينا هاد الفراجة تا خويا هنا؟ والله تمريض. اسمينا خويا هنا؟ اسمو بالله تمريض. تمريض. انتم الاخوان. اللهم بارك الهولونديز هنايا. عشاق الارانب. هاني. هاني الله يبارك تبارك الرحمن. شاهد معايا. شاهد معايا الوليدات. اسمينا ديالهم انا خويا؟ 40 درهم. بلدية هذه؟ لا رومية. رومية اللهم بارك. عشاق البراهمة هاني الجديد والجميل وجمالك جمال تبارك الرحمن. أنا الخوت الله يبارك. أثمينة خويا هنايا الله شحال؟ 800 درهم. أثمينة جد مناسبة الإخوان والله ثم والله جد مناسبة. شوف الروج قداش هاني جيجات جيجات خدامين كيبيضوا. اللي بغى شي يلاه باغيين يرسموا. اللي بغى شي حاجه الف مرحبا. هاني كنتواجد في سوق العبد الدار بعدا. 300 درهم ممكن الرقم ديالك ديال الهاتف؟ لا عفوا. انا الخوت اللي بغى شي حاجه الف مرحبا والله يدير الخير. الدجاج الاسود الاخوان ايام سيماني كاينين ثلاثه الديوك اللهم بارك. اسمينا ديالهم اخويا 400 درهم بياس. 400 درهم بياس كيمتاز باللون الاسود عينين كحلين الراس كلشي. انتم الاخوان 400 درهم الواحد. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا. تحيه لك اخويا. الله ها التحيه سمعتوها. اللهم بارك. شحال داير الكوبل اخويا؟ 8 تمام تمام شحال تباعو؟ اللهم بارك. ما تخافش راه ما شدكش ترى شاد الدجيجه. كون على يقين انا غادير الغرض ب العفو اخويا الله يطول عمرك. الف مرحبا. انا الخوت واحد كوبل. شحال وصلت الكوبل اخويا هنا يلاه حدك؟ 700 درهم الاخوان. 700 درهم مغرب اليوم. انا خوت البراهيم اللهم بارك تبارك الرحمن ما شاء الله. شحال وصلت الكوبل اخويا هنايا؟ 700 درهم. محبين قناة سينقابينغ الثمن اللي كاين اليوم في سوق العبد الدار بعدا هو 700 درهم الكوبل. شحال وصل هذا الكوبل اخويا؟ هذا الكوبل شحال وصل؟ 25000 فرانك. 250 درهم الاخوان. ها هو اللهم بارك. ولك في يومي؟ في يومي شحال؟ 140 درهم. ابقى ترطع بيتي غيطير لك هذاك الدكا. هز هز حبيبي. يلا هز. وكلو وكلو راه ما كاينش. عاد تولع بيه شويه وسالك. اللهم بارك. لازم كنصور. في القناة سينقابينغ كما كتشاهدوا معنا الناس بزاف كيتسائلوا على الفلوس ديال البرامج
اليوم كيدخل على واحد السيد تبارك الله اللهم بارك جيب سلعه زوينه بصحه جيده كاين البراما كاين الفيومي ياك واني شي حاجه طوب اللهم بارك لان كاين امطار الخير الحمد لله راه مغطيهم واللي بغى شي حاجه الف مرحبا بالنسبه للاثمنه خويا 50 درهم مغربي الفيومي 15 درهم انا الخوص اللهم بارك تبارك الرحمن اللي بغى شي حاجه الف مرحبا كاين مازال عندك اخويا مازال اللهم بارك ممكن تعطينا الرقم ديالك اخ كريم 0615 24 64 19 تحياتي لك خويا الله يكبر بيك هنايا الخوت هنا كاين شنو الفلوس اخويا خالد السلاله خالد السلاله الثمن ديالو حبيبي الثمن 20 درهم مغرب اليوم الف مرحبا بالجميع فين هو هذا الفيومي الذهبي ها هو الاخوان كما كتشاهدوا لاول مره كنسمعوا هنايا الثمن ديالو الحبيب 200 درهم للفروج اللهم بارك شكرا خويا انا اي ام سيماني الدجاج الاسود الاخوان ها هو حيت الحال بارد كما كتشاهدوا مولفين السخونيه الثمن ديالو الحبيب 80 درهم هذا هو الدجاج الاسود الاخوان 80 درهم الله يبارك.